تقديرنا للوضع الحالي يعني قلت لك التشريعي والسياسي والفني وكذا غير ملائم لإجراء الانتخابات في 17 ديسمبر 2017. أنا أتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا. في 2014 في محمد لا لا لا, لا, لا سامحني فما فرق بعيد ما بين انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات محلية في 8000 ولا 9000 قائمة. الأولى أنت تحب معناها جملة تولي في كل معتمدية في تونس؟ لا خلينا نتكلموا بالمكشوف. ما نصورش أنا بعد انتخابات بلدية والمجلس الجماعة المحلية تولي جملة في كل تونس. أي بالباب 7 نتاع الدستور جملة باش تولي في كل معتمدية. لا ما نصورش.